طبعا هي لها فتره انا قاعده اشوفها في السوشيال ميديا قاعده تحط صور صراحه, صور جميله, صور بحر, صور بعدين فجاه امس كان في غيم, فخلينا نصبح على هي ونشوف هي وين. اكيد ما هي في المالديفز هذه المره. صباح الخير. يسعد صباحك. لا ماني بالمالديفز, مع انه اجواء المالديفز اي والله نفس لون البحر. طلعت اليوم الشمس, طلعت اليوم وهذا مكتبي الصباحي, عم بشرب قهوتي من هون وقاعدة مع هالمناظر الرهيبة. yes, ممكن سلام. تحضري وين أنا؟ يلا احنا حنشوف فيديو كمان بعتين لنا اياه هيا وبعدين حرجع لك. اوكي هيا في تحذيرات في الجاليري بتصير, بس انا حقول انت قولي لنا فين انت فين. انا حاليا هلا ساره بالباترون اللي هي مدينه بلبنان معروفه لتكون وجهه سياحيه صيفيه, بس الطقس بدا حلو هلا اوريدي عم نشوف في سياح هون. هي موجوده على البحر وبشمال لبنان وبتبعد تقريبا 40 دقيقه عن بيروت. اوكي جميل, يعني تقدر تروح بيروت اليوم وترجع يعني كذا. صحيح انا كنت زور هون بطلع يعني بقضي نهار هون وبرجع, بس كمان فيكم في اوتيلات وبيوت, والحلو كثير فيها صار انه هالمدينه صار لها هون اكثر من 5000 سنه وكل المعمار على هذا الستيل, يعني مثل ما شايفين ورانا تعالوا شوي شوفوا على ستيل هذا المعمار اللي قبل 5000 سنه, بس بيعملوا له اعاده ترميم. فالفنادق البيوت كلها بهذا الستايل هون وراي, هدول الاقواس كثير تشارمينج. حسيتها قريبه من اليونان شويه هي. صح صح صح, لسه بدي اقول لك هيك قريبه, يعني انا شايفه هون كله مطاعم, الناس بتتمشى. يا سلام. واذا بدنا نحكي كمان عن السستينابيلتي, عن الاستدامه, السوق اللي ورانا اللي ما قدرت يعني ما فينا نمشي كل هذا المحل فرجيكم عم بتشوفوا بالصور, السوق ممنوع فيه السيارات بس مشي او التوك توك, والتوك توك على الكهرباء. اوكي. و شو كمان نخبركم, وجهة سياحية مثل ما قلت صيفية, مشهورة بفستيفلز, مهرجانات موسيقية. كمان فيكم تيجوا بالصيف, في كثير حرف محلية بيعملوها كونسرت مختلفة. واو. يعني أنا مستعدة أجي هون أقعد هون كل يوم أتروى وأشرب قهوة مع هالمناظر. حبيبتي عندك وظيفة أنت, ارجع المكتب. إيش اللي أبغى أروقه دحين؟ أرسل للHR يرجعوكي. أصلا هذا الدفتر اتحداكي بتكتبي عليه شيء يعني أساسا. ول ول ول, هذا غيرة بس. هذه غيرة صراحة, أعترف. هذه غيرة صراحة أعترف, على الأقل يعني ما شاء الله تبارك الله, ما ححسدك يعني. لا بصراحة فعلا المنظر جميل, المنظر كثير جميل صار, وهيك بتشعري انك يعني حلو انه نكتشف هاي الاماكن ببلادنا العربيه. وبما انه لبنان هلا عم ترجع يكون السياحه لها عم تنفتح للعالم, وجهه سياحيه مش بس محليه, عالميه, وعم شوف يعني السوق كثير, يعني فيه محلات, بتعرفي صار هول المحلات اللي صار لهم بالعيله اكثر من 80 سنه, يعني محل بوظه الجد بدا محل مناقيش, فهون المحلات اللي بتخلي هذا سحر السفر اللي بعده له تاتش مختلف عن اماكن ثانيه. وان شاء الله برجع بالصيفيه وبعمل لكم تقرير كامل فيكم تشوفوا اكثر وين تروحوا بالباترون. حسألك سؤال هيا, يعني يمكن اي سائح دحين بيطالع في هذه المناظر بيتساءل برضه بسبب كمان الظروف اللي عاشتها لبنان للسنوات اللي فاتت, موضوع الكاش ايش؟ يعني الواحد يفضل يروح بكارت بنك ولا كاش, ولا ايش افضل طريقه للواحد انه عشان ما يروح هناك ويتورط؟ صحيح, سؤال ممتاز. انا صار لي هاي السنه كلها عم بجي, واهم شيء يكون معكم كاش, افضل شيء الدولار. وهلا الشيء الحلو اللي غيروه هون انه فيكم تدفعوا بالدولار كل محل. أوكي. ما ضروري تغيروا على العمله. ويكون معكم دولار كفايه يكفيكم. اذا حاجزين محل اوتيل او اير بي ان بي فيكم تدفعوا اونلاين, يعني انا هاي المره دفعت للمحل اللي قاعده فيه قبل بوقت اونلاين بالبنك عادي. لما تيجوا هون بنصحكم اكيد يكون معكم كاش كفايه للرحله وتتجنبوا تستخدموا الكارت. والله صراحه اشتقنا للبنان واهل لبنان والصيفيه هناك,
فأكيد إن شاء الله يعني ندعو للجميع إنه في الصيف يروحوا كذا يدوها زيارة. شكرا هيا وترجعين بالسلامة واستمتع بالأجواء. بس آخر واحدة إنه احجزوا تسلمي، اهم شيء انه احجزوا من هلا لانه عم بيكون فولي بوك للصيفيه. هذه كمان تيب هاي. خلاص حنحجز ولا يهمك. شكرا نهايه، يعطيك العافيه.